من أنين الحكايات، من سوريا إلى قصة اللجوء. صراحة جينا من الخوف والرعب، كثر الطيران ما سير يدب علينا. تعالت حناجر السوريين بالاستغاثة، فلبت الإمارات كعادتها النداء. نحن سوريا غالية علينا ومتأثرين جدا ما يحصل. هنا على أرض الواقع ننفذ توجيهات قيادتنا الرشيدة. المخيم قدر بشكل ممتاز يغير نفسية الأطفال، يغير نفسية الكبار، يعني مدينة مصغرة. طلع يعني هيك الإشي اللي بخطر في بالي دائما إن الحياة بدها تستمر. هي سيرة مخيم يحكي رواية الصبر.